بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على النبي، يقولوا بسم الله وعلى بركة الله. ننطلق وإياكم في حلقة جديدة من برنامج التجوري والفال، إن شاء الله فوز للمشتركين القادمين معنا. الدور والباقي وما نبي نطول عليكم في هذه الليلة من ليالي رمضان مع قوانين اللعبة. روح لقوانين اللعبة وارجع مرة ثانية. المسابقة 5 مراحل، في كل مرحلة تجوري مقفول. إجابتك بالرقم الصحيح هي مفتاح التجوري. في التجوري الأول 100 دينار، الثاني 200 دينار، الثالث 300 دينار، الرابع 600 دينار، أما الخامس والأخير 1200 دينار. للمسابقة قوانين: 1. في حال حصولك على التجوري الثالث لا يمكن خسارة المبلغ اللي حصلت عليه. 2. الخطأ في التجوري الخامس راح يكلفك خسارة المبلغ بالكامل. 3. يقدر المتسابق بأن يكتفي بالمبلغ وينسحب في أي مرحلة. 4. عندك 10 ثواني بس للإجابة. جو قلبك وارسل رسالة على الواتساب للمشاركة باسمك ورقمك على الرقم اللي على الشاشة. حياكم الله. وسريعا، تأخرنا عليكم شوي، سامحونا، نعتذر منكم خلل فني، لكن إن شاء الله تداركنا بسرعة وما نبي نضيع الوقت مع المشتركين. وصلاح، صباح الخير يا صلاح، نلحقنا وياك على الوقت. شلونك يا صلاح؟ الله يسلمك، خير طيب، حياك الله. ها، نتوكل على الله. توكل الله. طلعت قدامك التجوري الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وصار الموضوع معروف عندكم. نقول بسم الله. بسم الله. مستعد؟ يلا توكلنا على الله. نروح للسؤال الأول مع صلاح ونقول له يا صلاح، السؤال الأول يقول: سورة المائدة هي من 7 الطوال، فكم يبلغ عدد آياتها؟ هل هي 100 آية أم 110 أم 120 أم 130 آية؟ سورة المائدة هي من 7 الطوال، فكم يبلغ عدد آياتها؟ وشغل الوقت حق صلاح، شد الحيل يا صلاح. اخلص اتكح. ها، احنا نقول، قلنا صلوا على النبي، قلنا يا رب، يلا ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. هي 120 آية سورة المائدة، من الصور المدنية الطويلة، وقد تناولت كسائر الصور المدنية جانب التشريع والى جانب موضوع العقيدة وقصص اهل الكتاب. صلاح هارد لك، ما عليه، عذاري ان شاء الله تعوض يا رب، عذاري تعوض. يلا عذاري، صباح الخير يا عذاري. هلا والله، مساء الخير، حياك الله، شلونك؟ تمام الحمد لله، مبارك عليكم الشهر. علينا وعليك تبارك الشهر، اللهم امين. نقول بسم الله يا عذاري. بسم الله. يلا مستعده انت واللي حوالينك؟ ان شاء الله يا رب نفوز. يا رب قولي بسم الله. يقول السؤال في التجوري الاول ويا رب الله معاك: في منطقة الدسمة كان أول مطار لدولة الكويت، في أي عام تم افتتاح هذا المطار؟ أول مطار في الدسمة كان لدولة الكويت، أي عام تم افتتاحه؟ 1925 ميلادي أم 1927 ميلادي أم 1930 ميلادي أم 1933 ميلادي؟ في أي في منطقة الدسمة كان أول مطار لدولة الكويت، في أي عام تم افتتاح هذا المطار؟ وشغل الوقت يلا. رقم 2. حلو، خلينا على رقم 2، أسرع، برافو. روح للتجوري وقول له يا التجوري، هات هات اللي عندك، حط لها 1927. آه، بطل التجوري، مبروك 100 دينار عذاري. حلوين ال 100 دينار. ها، نكمل؟ ان شاء الله الحمد لله. اي نكمل نكمل. ممتاز. 1927 وطبعا كان ميلادي، واولى الرحلات الى هذا المطار
شغلتها الخطوط الجوية الإمبراطورية والتي أصبحت فيما بعد الخطوط الجوية البريطانية، وحاليا تقوم دولة الكويت بتنفيذ مبنى الركاب رقم 2 الذي يعتبر المشروع الأكبر في خطة التنمية. نروح للتجوري الثاني برغبة عذاري، عطني سؤال التجوري الثاني. يقول السؤال: أول معركة بحرية في الإسلام هي معركة ذات الصواري، فمتى وقعت هذه المعركة؟ يعني متى كانت معركة ذات الصواري؟ هل هي في 16 هجري أم 35 هجري أم 54 هجري أم 73 هجري؟ عندك إجابة على راحتك. أول معركة بحرية في الإسلام هي ذات الصواري، فمتى وقعت هذه المعركة؟ شغل الوقت. 35 هجري. حط لها 35 هجري ونروح بسرعة 35 كيلومتر في الساعة برهاتنا إلى التجوري الثاني، ونقول له بطل يا تجوري الثاني وعط ما في جعبتك للأخت عذاري، مبروك 200 دينار. برافو. 35 هجري مثلت هذه المعركة نهاية سيطرة الدولة البيزنطية على البحر الأبيض المتوسط، كما أنها أول معركة بحرية يخوضها المسلمين. روحي للتجوري اللي وراه الثالث ولا نكتفي بالـ200؟ لا نروح للتجوري الثالث. على مسؤوليتك إن شاء الله. روح التجوري الثالث. ويقول سؤال التجوري الثالث: في أي عام عادت ملكية مدينة هونغ كونغ للصين بعد أن كانت مستعمرة بريطانية؟ يعني متى رجعت لحضن الصين بعد ما كانت مستعمرة بريطانية؟ هل هو في 1990 أم 1993 أم 1997 أم 1999؟ سؤال سألناه وشغلنا لك الوقت. يلا. 1997. ثبت على 1997. باقي 3 ثواني كادت أن تكون وداعا. روح للتجوري الثالث وقول حق التجوري الثالث: وداعا ولا إلى اللقاء؟ وداعا. مبروك 300 دينار. التجوري الثالث 300 دينار. يلا ما يخالف، احنا قلنا لكم عندنا كانت ربكة شوية لخطأ، لكن إن شاء الله مبروك عليك. 1997 مدينة هونغ كونغ، ويعني اسمها الوادي أو الميناء، وتقع على ساحل الصين الجنوبي، وهي مركز تجاري ومالي مهم. هالثلاثمية حابين البرنامج إنك تروحين إلى 600، افتحوا لك 600 على طول. يلا ما عليه نروح. مبروك الآن 300 دينار وثابتة، مبروك، ما حد ينتزع هالثلاثمية من رصيدك إلا إذا رحتي للألف ومئتين ولا سمح الله جاوبتي خطأ، لكن ما يمنع نروح للـ600. نروح ما فيها خسارة. برافو عليك. عطني سؤال 600 دينار كويتي. يقول السؤال: أول ملك منتخب لبولندا أنهى الحرب الدينية الخامسة في فرنسا في أي عام ولد هذا الملك؟ في أي عام ولد أول ملك المنتخب لبولندا؟ هل هو في 1115 أم 1155 أم 1515 أم 1551؟ هنري ممكن تعيد السؤال؟ موجود السؤال عندك: أول ملك منتخب لبولندا أنهى الحرب الدينية الخامسة في فرنسا في أي عام ولد؟ شغل الوقت. أسمع صوتي عندك، يلا أسرع. راحت 600. مبروك عليك 300 دينار يا عذاري، ما طلعتي خالية، ولكن كان الود أن تكون 600 من نصيبك، بس
وعدت لك السؤال قلتي لي عيد السؤال ورغم أننا ما نعيد السؤال ونشغل الوقت على طول لكن بربكة الحلقة اليوم إن شاء الله. لكن 1551 ميلادي هنري الثالث ملك فرنسا كان ملكا لفرنسا من 1574 إلى 1589 وأول ملك لبولندا انتخب على يد النبلاء في صفقة تمت بين التاج الفرنسي وبولندا مقابل دعم عسكري ضد روسيا. مبروك عليك 300 وهذه المعلومات. نروح إلى الله إلى الإمارات الحبيبة. يا هلا مرحبا الساع مرحبا ملايين ولايس الدم يا أهل الإمارات. خديجة صباح الخير يا خديجة. هلا هلا صباح النور إيش حالك؟ حياكم الله. الله يحييك ويبجيك. إيش حالكم يا أخوك؟ والله الحمد لله بشوفتكم صرنا زينين. يسلم عمرك عسى الله يحفظك. خديجة أنت معاي ومستعدة وحوالينك أكيد مساعدة صح؟ إن شاء الله. قولي يا رب. يا رب. نروح على السؤال. يلا. وعلى بركة الله. يلا. يقول السؤال: متى صدر أول مرسوم بتشكيل أول حكومة في دولة الكويت؟ متى صدر مرسوم أول حكومة في دولة الكويت؟ هل هو في 1960 أم 1961 أم 1962 أم 1963؟ متى صدر أول مرسوم بتشكيل أول حكومة في دولة الكويت؟ والوقت شقا. ها ساعدنا ساعدت والله والله ساعدت. 62 ثبت لها على 62 ثبت لها على 62. يلا مو كل مرة بنسوي كذي بس لأنكم من برا الكويت والمشاركات اللي من برا الكويت ضيوف بالنسبة لنا في الكويت فحياكم الله. روح على التجوري الأول وقول له افتح وعط 100 دينار حق خديجة تستاهل خديجة. برافو يا خديجة. يلا شدي حيلك عاد ها ان شاء الله. يلا ترى السؤال اذا معاك احد لا تنتظرني مجرد ما تشوفه على الشاشة ابحث يلي ورا الكاميرا. منو معاك ورا الكاميرا؟ ريلي ولدي عسى الله يحفظهم لك. شو اسمه ريلك؟ اسمه ناصر. ناصر يا ناصر خلك مع السؤال وساعد خديجة قد ما تقدر. السؤال القادم يقول سهل وسريع سهل وسريع باخذك إلى البي بي سي في بريطانيا. يقول السؤال في أي عام ببساطة شديدة جدا في أي عام تأسست إذاعة البي بي سي؟ في أي عام تأسست إذاعة البي بي سي؟ هل هو في 1911 ميلادي أم 1922 ميلادي أم 1930 ميلادي أم 1945 ميلادي؟ وهي هيئة إعلامية مستقلة مقرها المملكة المتحدة. شغل الوقت. الإجابة الثانية 1922. ثبت على 1922. مرحبا ملايين بالإجابة. نروح للتجوري. نروح حط 1922 ونقول ملايين المراحب لكم. 200 دينار يا خديجة. برافو يا ناصر. إن شاء الله أنك ناصر حق خديجة بإذن الله. 1922 هي هيئة إعلامية مستقلة مقرها المملكة المتحدة وقد كان سابقا اسمها شركة الإذاعة البريطانية. الآن هي شبكة قنوات كاملة البي بي سي وفي مارس 2008 أطلقت قناة أو أطلقت قناة إخبارية تلفزيونية ناطقة باللغة العربية. روح للسؤال اللي وراه ولا ننسحب؟ كافي 200 ولا نروح؟ ما أدري شو تشوف السؤال سهل ولا صعب؟ والله سهل مو صعب. يلا نروح. وعن سفيرة كويتية لكن الأمر على مسؤوليتك. ها
بتروحين ولا تكتفين بالمئتين؟ كيفك؟ يلا نروح 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 شوفت كلنا نروح. احنا عندنا بالكويت، بالكويت كانت أول سفيرة السيدة نبيلة الملة، احنا نتحدث عن السيدة نبيلة الملة أول سفيرة كويتية. عطني السؤال، شو يقول؟ يقول السؤال: في أي عام عينت السيدة الفاضلة نبيلة الملة سفيرة في زيمبابوي؟ سفيرة في زيمبابوي أي عام؟ زيمبابوي أي عام؟ هل هي 1993، 1995، 1997 أم 1999؟ سؤال ما هو صعب، سهل، الإجابة سريع. الأولى 993. 993 1993 وروح ليل التجوري. واهدى علي شوي، خلني أمزج بالتجوري واللي بقوله، وأقول أهلا وسهلا بأهل الإمارات، حط لها هالرقم على التجوري. روح بطل، 300 دينار ومبروك. ألف مبروك، ألف 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 مبروك. نبيلة الملة، السيدة نبيلة الملة أول دبلوماسية كويتية عملت كسفيرة للكويت في الأمم المتحدة، وقد بدأت العمل في وزارة الخارجية الكويتية في عام 1968، وتقلدت منصب سفيرة دولة الكويت في أكثر من 12 دولة حول العالم. أوكي؟ تعتبر أول خليجية تشغل منصب سفيرة. الآن حصلتي على 300 دينار ومبروك، هذا لك، ما حد ياخذهم منك. نكمل وماكو خسارة. نكمل. كمل، روح. روح للسؤال الرابع. وبناخذك بعيد شوية. يقول السؤال: دولة تقع في أمريكا الشمالية وتشترك بالحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية، فكم عدد مقاطعاتها؟ هل هو 10 مقاطعات أم 13 مقاطعة أم 18 مقاطعة أم 21 مقاطعة؟ أشغل الوقت. 10 مقاطعات. الجواب الأول. الجواب الأول 10 مقاطعات. ما كنتي تبي تكملين قبل شوية؟ ها؟ سألتي. شنو هي هذه الدولة؟ كندا. كندا، روح. هي كندا، كندا، لكن 10 12 13. الحين بنشوف التجوري الرابع. روح له وقول له: عطني اللي عندك، في حال كانت الإجابة صحيحة ستكون 600 دينار، في حال الإجابة الخاطئة راح تكون 300 دينار. وخديجة وناصر وولدهم ينتظرون شلي بطن الإجابة. نقول بطل، 600 دينار. برافو، مشكورين. 600 دينار، برافو خديجة. الآن الرصيد 600 دينار، وحيا الله للإمارات. إذا كملنا للألف ومئتين وأخطأنا المبلغ كله يروح. لا لا، بسني بس ما بروح. بس لهني ونوقف. بس قرار نهائي. ها؟ قرار نهائي. طيب، دامنا قرار نهائي، أقولك بالفعل هي كندا. اتحاد كندا هي دولة في أمريكا الشمالية تتألف من 10 مقاطعات وثلاثة أقاليم، وتعد كندا هي البلد الثاني عالميا من حيث المساحة الكلية. وألف مبروك لك 600 دينار، ونشوفكم على خير يا أهل الإمارات، وموفقين بإذن الله. شكرا لك يا خديجة، مع ألف سلامة. روح الآن بعد خديجة، وعلى السريع كنا، روح إلى فاصل إعلاني. بدأت الإعلانات تهل، روح وتعالي مرة ثانية.
احنا المطاحن، الجيل الحالي وجيل الطيبين، احنا المطاحن والتموين للكويت، امن غذائي وتامين، بالازمات اذراعك اليمين، احنا لاطفالك خير معين، اي شيء بخاطرك نقول لك تامر من هالعين قبل هالعين، احنا اللي تعرفونا من سنه 60، احنا المطاحن. مرة عطها 1200، برافو، ألف مبروك الأخت سهام مطرود، 1200، وقبلك أميرة خلت 1200 و600 دينار. يوم العنصر النسائي نكتسح. حياكم الله، ويلا سريعا نكمل وياكم بعد الفاصل الإعلاني. سيد علي، صباح الخير يا سيد علي. صباح الورد يا هلا، شلونك؟ عساك طيب؟ والله بخير، الله يكرمك ويخليك. ها من اللي حوالينك؟ والله الجماعة كلهم قاعدين. نسمع صفقة، نسمع شيء تشجيع، شجعوا سيد علي. عادل مبارك عليكم الشهر ان شاء الله كلكم، ونقول بسم الله سيد علي. نروح يلا، روح نبي ال1200 سيد علي، لا تنازل الا 1200. قول يا رب. ان شاء الله يا رب باذن الله. السؤال الاول يقول سيد علي، يقول في اي عام صدر العدد الاول من مجلة العربي الصغير؟ العربي الصغير في أي عام صدر العدد الأول؟ هل هو في 1956 ميلادي، أم 1966 ميلادي، أم 1976 ميلادي، أم 1986 ميلادي؟ 86. سؤال كم؟ 86. أطلع 86، أطلع 86، وروح للتجوري سريعا. قول له يا تجوري، يلا انا بيك اليوم حق سيد علي، جاهز؟ بطل بطل ويستاهل. مبروك صفقه. اي عندك اياها صفقه لازم. هي مجلة شهرية مخصصة للأطفال، تصدر بالتزامن مع مجلة العربي، وقد صدر العدد الأول منها في فبراير عام 1986. نروح للسؤال اللي وراه. يلا خل اخذك حق ابو ظبي، امش معاي. يقول يلا. السؤال، كم تعادل مساحة إمارة ابو ظبي عسى الله يحفظها بالنسبة لمساحة دولة الإمارات العربية المتحدة؟ يعني مساحة ابو ظبي بالنسبة لمساحة دولة الإمارات ككل كم بالمية تبلغ؟ هل هي 68%؟ أم 75%؟ أم 87%؟ أم 91%؟ اهدى. 87 3 حط له على 87%. حلوين، روح. أنا سمعت صوت يمك يحاكيك، ها؟ منو هذا الصوت؟ وليدي هذا قاعد يمي. كفو عليه، حط يا ولدي. شو اسمه ولدك؟ نوح. نوح، يا نوح بطل التجوري يا نوح حق ابوك، وقول له غصبا عليك بناخذ ال 200 دينار. برافو. يلا برافو عليك، برافو برافو برافو. نروح للي وراه ولا نكتفي بال 200؟ لا روح لا لا في مجال. كفو عليك، انت ينقال لك ابو نوح عدل ولا لا؟ ايه كفو عليك. يلا يا ابو نوح، نروح للسؤال اللي وراه. يلا،
يقول السؤال: معاهدة أنهت أحداث الحرب العالمية الأولى، ففي أي عام كانت هذه المعاهدة؟ معاهدة أنهت أحداث الحرب العالمية الأولى، ففي أي عام كانت؟ هل هو في 1919 أم 1927 أم 1933 أم 1941 ميلادية؟ معاهدة فرساي، صلح فرساي. يلا شغل الوقت. دائما الخيارات الأولى زينة. يلا 19. 19 1919. إيه. ما ودي أحد يخسر. واحد. واحد واحد خذيناها لك، واحد لا تحاتي. اليوم إحنا ما إحنا مقصرين. أمس احترقت قلوبنا كلنا في البرنامج على اللي خسره صراحة. روح للتجوري الثالث وقول له يا تجوري يا ثالث حط 1 9. 1 9 شو يقول؟ افتح افتح ونص يا ابو نوح، 300 دينار. برافو عليك. شو يقول؟ ابن سسمي. بعد ما ادري من وين طلعها. ابن سسمي. اي والله عسى الله يحفظ لك. عطني ضحكي. عطني سلام حبيبي نوح، شلونك يبا؟ زين. ها مستانس؟ ابن سسمي افتح يا سمسم. ها يا سلام عليك، عافية عليك، مبروك عليك 300 دينار. سيد علي نكمل وما فيها خسارة. روح بس بقول لك، معاهدة فرساي أو صلح فرساي هي معاهدة السلام بين الحلفاء والقوى المرتبطة وبين ألمانيا، تم توقيعها في قاعة المرايا بقصر فرساي في باريس. روح للسؤال أبو 600 دينار، ويا رب يا نوح، يا رب مع أبوك إن شاء الله تفوزون ب 600 دينار. يلا يا رب. يقول السؤال يا أبو نوح: رحالة مسلم ولد في القدس ألف أحد أشهر الموسوعات الجغرافية التي ظهرت في القرن الرابع الهجري، في أي عام توفي هذا الرحالة؟ هل هو في 930 ميلادي، 950 ميلادي، 970 ميلادي، أم 990 ميلادي؟ المقدسي، شمس الدين المقدسي. شغل الوقت. اخلص قول اللي انت شير، قول قط 1 2 3. سيد علي هارد لك، سلم لي على نوح وحب لي اياه وقول له مبروك عليكم 300 دينار. الاجابه الصحيحه هي 990 ميلادي. شمس الدين المقدسي هو رحاله مسلم ولد في القدس عام 1947 ميلادي، ونشا بها احترف التجاره فكثرت اسفاره حتى صار رحاله جغرافي، ألف كتاب أسماه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. حلوين؟ غسان ينتظرني وأنا انتظر غسان. وغسان صباح الخير يا غسان. هلا صباح النور، كيف حالك؟ خير، طول لي عمرك. ها مستعد؟ ربعك بإذن الله إن شاء الله. حوالينك الموجودين مستعدين؟ بإذن الله إن شاء الله. يلا نسمع لك صفقة تشجيع شيء خلي حمسون. صفقة. الظاهر العدد مو كبير اللي حوالينك. يلا نقول بسم الله عشان التركيز. بإذن الله إن شاء الله. يلا ركز ما عليك، كل شيء حلو. فيه مملكتين متجاورتين كل الحب والتقدير لهم، المملكة العربية السعودية الشامخة مملكة العز، ومملكة البحرين الحبيبة مملكة الفخر، متجاورتين. نعم. يربط بينهم جسر، تصدق إن في هالجسر مر ما يقارب أكثر من 300 مليون، وأكثر من المسافرين 382 مليون مسافر خلال 32 عام. ماشي. تخيلت؟ نعم. السؤال راح يكون عنها. عطني السؤال،
شي يقول هذا السؤال: كم يبلغ طول جسر الملك فهد الذي يربط، لاحظ، بين مملكتي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين؟ عسى الله يحفظهم يا رب. هل هو 20 كيلومتر أم 25 كيلومتر أم 28 كيلومتر أم 31 كيلومتر؟ كم يرب طول جسر الملك فهد، كم طوله، كم بالكيلومتر؟ والوقت اشتغل. 25 كيلومتر. ثبت 25. تعرف متى تم افتتاحه؟ 86 إذا ما خاب ظني. 86. يبا مبروك عليك، إجابة صحيحة من قبل لا نبطل. روح مبروك 100 دينار في 25 نوفمبر عام 1986، وبالفعل هي 25 كيلومتر طول هذا الجسر. يا سلام يا سلام عليك. افتحوا مناسبة كأس الخليج في البحرين واللي فزنا فيه. يا سلام عليك يا سلام عليك. ها المعلومات قوية. نكمل غسان. كمل توكل على الله. بإذن الله بإذن الله بإذن الله كله على الله. روح على السؤال اللي وراه. يلا توكل. وتحية لأهل السعودية وأهل البحرين. يقول السؤال: كم تبلغ درجة دوران رأس طائر البوم؟ رأس البومة دورانها كم يبلغ درجة؟ 90 درجة أم 125 درجة أم 270 درجة أم 300 درجة؟ 270. البومة ها؟ 270. 270. ثبت له على المي. ما قلت أنا شغل الوقت. ما شاء الله عليك، برافو. روح سريعا إلى التجوري وقول له أوبن سيسمي على قولة نوح، بطل له. مبروك 200 دينار. الله يبارك. خلنا أعطيك مبروك عليك، وخلنا أعطيك زيادة معلومة وشيء غريب فعلا. 270 درجة يتميز طائر البوم بحاسة سمع قوية وعينين كبيرتين، توفر له رؤية ليلية جيدة. تملك البومة رؤية مزدوجة مثل الإنسان، لكنها لا تستطيع تحريك عينيها مثلنا كذي، لذلك تحرك الرأس 270 درجة. ما شاء الله. ها 200 دينار. نروح توكل على الله. أكيد بإذن الله إن شاء الله. روح لك في المسرحيات إن شاء الله. الله يا رب. يقول: كم عدد المسرحيات التي ألفها رائد المسرح الذهني توفيق الحكيم؟ كم عدد المسرحيات التي ألفها رائد المسرح الذهني توفيق الحكيم؟ هل هي 15 مسرحية أم 38 مسرحية أم 67 مسرحية أم 100 مسرحية؟ وعندك الوقت شقة. روح أسرع أسرع قول وين رحت. لا والله إنك 100 مسرحية يا ابن الحلال، يعتبر من رواد الرواية والكتابة المسرحية العربية. 100 مسرحية، وأنا دلاحظ قلت لك أم 100 مسرحية. أنا اليوم ودي الناس كلها تفوز بصراحة، لكن معلش. نروح للسؤال الخارجي. سؤالنا الخارجي: انضمام الكويت للأمم المتحدة. في 14 مايو 1963 انضمت دولة الكويت إلى الأمم المتحدة لتصبح العضو رقم 111. سألنا هذا السؤال من قبل في ضمن الأسئلة في المنظمة الدولية، وقام وزير الخارجية الكويتي آنذاك المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الصباح طيب الله ثراه برفع العلم الكويتي أمام مبنى الأمم المتحدة. وروح للسؤال وارجع ونشوف من اللي مجاوب صح.
في أي عام تم رفع علم دولة الكويت أمام مبنى منظمة الأمم المتحدة؟ 1960، 1961، 1963، 1964، 1963. عام 64، 1064. أنا بقول 1963. أعتقد الجواب 1961. الإجابة هي 1964. جاسم محمد، ألف مبروك لك، ومية دينار حلوة في تجوري خارجي من أروع ما يمكن. نروح للمتصل والمشارك القادم ونقول له حياك الله، عطني اسمه على الشاشة ونقول له صبحك الله بالخير يا فيصل. فيصل صبحك الله بالنور، شلونك يا أخوك؟ خير طول عمرك، تسلمك حبيبي. جاهز يا طويل العمر؟ أكيد جاهز. ها الصوت واضح من فضل الله وشغلك عدل. ها اي الحمد لله، والمعلومات عساها قوية. ان شاء الله اللي نقدر عليه. قول يا رب. قول يا رب. يلا فيصل معك واللي حوالينك. والسؤال الأول للتجول الأول يقول: في أي عام تم افتتاح المسجد الكبير بالكويت؟ 1980، 1983، 1986، 1989. المسجد الكبير في الكويت متى تم؟ 1986. شغل الوقت وحط له 1986. يعتبر مسجد الدولة، عدل ولا لا؟ عدل. روح للتجوري الأول. صوت صبي صغير صوبك. ها ايه بنتي قاعده. حياها الله. يلا بطل التجوري وحط له 1986 ومبروك لك وحق بنتك بعد. الله يبارك فيك يا فيصل. هلا حبيبي فيصل. يا فيصل جاهز؟ اي جاهز اكيد. المسجد 1986، مسجد الدولة الكبير، بني على مساحة 45,000 متر مربع بطراز أندلسي ويمثل تحفة معمارية وفنية إسلامية. نروح للسؤال اللي وراه. نروح. حلو، روح للسؤال اللي وراه. يقول السؤال اللي وراه: صحيفة الوقائع المصرية. بنتك تبكي كنها. صحيفة الوقائع المصرية هي أول صحيفة عربية. في أي عام صدر أول عدد من صحيفة الوقائع المصرية؟ هل هو في 1626 أم 1727 أم 1828 أم 1929؟ الوقائع المصرية متى صدر أول عدد منها؟ 1828. إجابة ثالثة. الإجابة الثالثة، حط الإجابة الثالثة. والله قاعد تسابقوني على الوقت ما شاء الله. بعضهم ما شاء الله تبارك الرحمن قبل الوقت يشتغل وبعضهم يروح الوقت وهو يفكر. روح للتجوري فيصل. ناوينا أنا وياك ما نطلع إلا بمبلغ عود إن شاء الله. إن شاء الله. بطل قول مبروك حق بنية فيصل. الله يبارك فيك. 200 دينار وصفقوا لك، برافو، شجعوك. كانت توزع على موظفي الدولة وطلاب البعثات، وألحقت فيما بعد بالجريدة الرسمية. كانت الجريدة في البداية تنشر باللغتين العربية والتركية العثمانية، حتى انفردت باللغة العربية فقط. نكمل. اي كمل. نروح. عطنا السؤال. يعتبر محمد علي جناح أول حاكم لباكستان بعد استقلالها عن الهند، فمتى تولى الرئاسة؟ متى كان توليه للرئاسة محمد علي جناح؟ هل كان في 1937،
ميلادي أم 1947 أم 1957 أم 1967 وشغل الوقت. عام 1947 الإجابة الثانية. الإجابة الثانية 1947. روح للتجوري الثالث ولا تبكي هالبنية الصغيرونة، نبي نراضيها، نبي نجاوب إجابة صحيحة ولازم نراضيها إن شاء الله. حط له 1947 ولا تبكين وأنا بوج. مبروك لك ولبوج 300 دينار. الله يبارك فيك حبيبي. فيصل اللي صفق لك منو؟ أنا زوجتي أصفق لي. عسى الله يحفظكم. الله يسلمك. كان محامي وسياسي ومؤسس دولة باكستان، تزعم عصبة مسلمين من الهنود، من عموم الهنود في عام 1914 إلى غاية استقلال باكستان في 14 أغسطس عام 1947 ليصبح بعدها أول حاكم عام لباكستان. الآن أنت ثبت على 300، نروح ولا نقول مع السلامة؟ لا نروح. نروح روح يا فيصل. نكمل. عطني السؤال، والسؤال يقول: نزلت بعد صورة يوسف وذكرت فيها أطول كلمة في القرآن الكريم، فكم عدد حروف الكلمة؟ هل هي 10 حروف، 11 حرف، 12 حرف، 13 حرف؟ وعندك السؤال وشغل الوقت. نقول الإجابة الثانية 11 حرف. 11 حرف الإجابة الثانية. تعرف هي أي صورة؟ لا والله ما أعرف. زين تعرف شنو الكلمة؟ لا. كذي اخترتها بس كذي؟ اخترتها كذي. تشيرة توفيق من الله يعني. اي. عموما انت اذا الإجابة خطأ ما عليك، يعني عندك 300 دينار. وإذا الإجابة صح 600 دينار، نقول لك مبروك. وبما أنك ما تعرف أي صورة وشنو الكلمة، خلي أقول لك هي صورة الحجر. عدد آياتها 99 آية، وترتيبها في المصحف في الصورة 15. والكلمة تعرف شنو هي؟ فأسقيناكموه. أطول كلمة في القرآن الكريم. روح للتجوري. والله شوف أنا بقول لك شغلة ما فيها خسارة، حتى لو يعني مو صح ما فيها خسارة. روح للتجوري. أنت ربحت عموما 300 دينار وإن شاء الله 600. وإن شاء الله 600 وبنتك ما تبكي. راحت ما نبيها 600. برافو عليك. هذه صفقتك أنت عاد. مبروك عليك. الله يبارك. مبروك. ألف مبروك. 600 دينار. أنت ضربتها ضربة حظ صح ولا لا؟ لا. وجت وياك حظ وبالمبارك عليك. شو اسمها بنيتك؟ لطيفة. عسى الله يحفظها لك يا أبو لطيفة. نروح للألف ومئتين؟ لا نوقف. ولا نوقف. نكتفي في الستمية هالمرة جت الضربة. ها؟ لا خلاص على الستمية. خلاص سمعك عدل. على الستمية خلاص. على الستمية؟ إي. أكيد. أكيد. ما عندك قلب قوي. وين تشتغل أنت؟ بهيئة الزراعة. أوه ما شاء الله تبارك الرحمن، محصولكم عود. ها من زرع حصد. لا المدام تقولي لا بس خلاص 600 كفاية. أعتمد الانسحاب. أعتمد. وعلى مسؤوليتك. على مسؤوليتي أعتمد. خلاص وهو قال أنا بنسحب. لا تروح فيصل. أي. اللي باجي ما يمدي ناخذ متسابق ثاني من الوقت. أي.
فايش رايك لو قلت لك ان السؤال جاي من ضمن تقريبا تخصصك؟ ايش بيكون شعورك؟ وانا خايف تطلع الاجابه غلط اخسر كل المبلغ. شوف انا اتفق وياك في وجهه النظر هذه، لكن بقول لك السؤال: بحر يحتوي على ثاني اكبر شعاب مرجانيه في العالم، فكم اقصى عمق له؟ هذا كان السؤال. تقول زين انك ما رحت؟ زين اللي ما رحت. الف مبروك لك 600 دينار. الله يبارك فيك حبيبي، يسلمك. الف 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 مبروك لك ال 600 دينار، وهذا كان البحر الكاريبي. وعساه مبروك عليك يا رب. طبعا حل المبلغ اللي نسأل الله ان يجعل بركة عليك يا رب، واحنا معاكم ومع المتسابقين، وسامحونا اليوم ترى العمل فيه جهد، والجهد هذا يقوم فيه اخوانكم العاملين في هذا البرنامج، والأجهزة ما نحكمها، واحنا احنا قاعدين نشتغل وفق تقنية عالية جدا، يحدث دروب هني ودروب هني، فسامحونا اليوم، لكن بالنهاية الحمد لله طلع من هو أخذ 600 دينار ومن هو أخذ 300 دينار وال 300 دينار، واحنا نسأل الله التوفيق للجميع، ونقول لكم أسماء الفائزين. خديجة من الإمارات طلعت ب 600 دينار وألف مبروك عليها، بنت الإمارات. وفيصل أحمد خذ 600 وألف مبروك عليك، وعذاري 300، وبعد وسيد علي هم 300، وألف مبروك على الجميع، ونشوفكم على خير ومحبة وبركة بإذن الله في الحلقات القادمة. مبروك عليكم، والمشاركات مستمرة وكثير من الرسائل توصل. متى نستلم جوائزنا؟ الإدارة المالية مهتمة في هذا الموضوع، وصدقوني راح توصل لكم، تفرحون وراح تحول إلى حساباتكم وراح يتصلون فيكم. في من هو يسأل الرقم هذا، حط كود الكويت اللي هو بلس زائد 965، وحط هذا الرقم اللي ظاهر على الشاشة وابعث رسالتك، ولا يقولي أنا أبعث ما حد دق علي، اللي يختار مو أنا، الكمبيوتر هو اللي يختار. نشوفكم على خير ومحبة، مع ألف سلامة.